يقول: هناك بعض الناس يقول: لا نكفر أحدا مهما فعل حتى تقام عليه الحجة. وقال: إن ابن عربي والبوصيري لا نكفرهم لأننا لا نعلم هل أقيمت عليهم الحجة أم لا. يقول: لا لا يا أخي، ما هو كذا، ما نكفرهم لأننا ما ندري هل تابوا قبل الموت أو ما تابوا. ما قال أحد أنه لم تقام عليهم الحجة. الحين ابن عربي يعتبر من العلماء، ومن وتقول يعني تقيم عليه الحجة وهو عالم، لكن ما ندري عن الخاتمة. يا أخي افرق بين هذا وما تقول: لا ندري عن خاتمته. نعم.